إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من البلايا التي عمت في العالم كله اليوم هي المخدرات والمسكرات. هذه الجرائم العظيمة والكبائر المهلكة والذنوب المفسدة للفرد والمجتمع والبلاد وما كان من حتى من البيئة والطبيعة، فما وقع أحد في شباكها إلا دمرته، ولا تعاطاها أحد إلا أفسدته بأنواع الفساد، ولا انتشرت في مجتمع إلا أحاط به الشر كله، ووقع في أنواع من البلاء، وحدثت فيه كبار الذنوب، ووقعت فيه مفاسد يعجز عن علاجها العقلاء والمصلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صححه الإمام الحاكم: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء بوصايا، من بينها أنه قال له: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. عباد الله، المخدرات أعظم ضررا من الخمر، فهي محرمة أشد التحريم، وأضرار المخدرات ومفاسدها كثيرة ما عرفه الناس منها وما لم يعرف بعد. والمخدرات بجميع أنواعها حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت نباتا أو حبوبا أو مطعوما أو مشروبا أو استنشاقا أو إبارا أو غير ذلك، فهي بجميع أحوالها قد شددت الشريعة في الزجر عنها وتحريمها لما فيها من الأضرار والتدمير، ولما فيها من الشر، ولما تسبب لمتعاطيها من تحوله إلى إنسان شرير يتوقع منه الإفساد والجريمة ولا يرجى منه خير. وقد نادى عقلاء العالم بإنقاذ المجتمعات من ويلات المخدرات لما شاهدوا من الكوارث. وربنا سبحانه وتعالى قد وتوعد الذي يشرب المخدرات والمسكرات بأنه سيسقيه يوم القيامة من طينة الخبال، وطينة الخبال هي عرق وصديد أهل النار. وضرر المخدرات عباد الله على متعاطيها، ضرر المخدرات على متعاطيها وعلى المجتمع، ضررها كثير لا يحصر إلا بكلفة. فمن أضرارها على متعاطيها أن يذهب العقل، العقل الذي يميز الإنسان عن البهيمة، والعقل الذي يدلك على خالقك، والعقل الذي تميز به بين القبيح والمليح، والعقل الذي يرسم لك قيمتك وقدرك بين الناس. ومن ذهب عقله أقدم على الجرائم وتخلى عن الفضائل وصار من تحت زمرة البهائم. ومن أضرار المخدرات تبدل طبائع الإنسان ومسخه إلى الشيطان من الشياطين وتخليه عن صفات الصالحين، وذلك يظهر في وجهه قبل أن تنظر إليه في قلبه. ومن أضرارها السفه في التصرف، فيفعل ما يضره ويترك ما ينفعه، قد قاده الشيطان إلى كل رذيلة وأبعده عن كل فضيلة. كما أن من أضرارها فساد التدبير، فيفقد الفكر الصحيح والرأي السديد، ولا تجد أحدا من الناس يذهب فيستشير أحدا من أهل المخدرات. وهل رأيت حكيما يتعاطى المخدرات؟ فتجد هذا الإنسان يحجب عن عواقب الأمور، ولا ينظر إلى لذة الساعة إلا إلى لذة الساعة التي هو فيها، وإن كان فيها هلاكه وضرره وحتفه. ومن أضرارها فقدانه للأمانة وتفريطه فيما يجب حفظه ورعايته، فإن الذي يتعاطى المخدرات هو المتهم الأول في الأسرة وعند الجيران وعند الأقارب، أيما شيء وقع فهو المتهم الأول، لأن الأمانة قد رفعت عنه ولا يؤمن حتى على محارمه وأسرته، لأن المخدرات قد أفسدت عليه إنسانيته والعياذ بالله. ومن أضرارها أن يكون متعاطيها عالة على المجتمع، لا يقدم لمجتمعه خيرا ولا يفلح فيما يسند إليه. كما أن من متعاطيها أن يكون محيطه منبوذا، وأن يتضجر منه محيطه، فإنه بسبب ذلك الذي يتعاطى المخدرات يرفض أخوه عند الخطبة، وتترك أخته ألا تخطب، ويترك أخوه ألا يشارك في مال وغير ذلك. ومن أضرارها أن يكون متعاطيها منبوذا ومكروها حتى من أقرب الناس إليه. ومن أضرارها عباد الله تبديده لماله
وعدم قدرته على الكسب الشريف فيلجأ إلى كسب المال بطرق إجرامية، نسأل الله العافية. فإنك لن تجد أحدا من أهل المخدرات له مال يحافظ عليه أو له كسب حلال تجده يركنه بجانب. من أضرارها تدهور صحته والوقوع في أمراض مستعصية تسلم صاحبها إلى الموت. ومن أضرارها فقد الرجولة والميل إلى الفجور من الرجل أو المرأة. ومن أضرارها قصر العمر لما تسببه من تدمير لأجهزة البدن ولما يعتري صاحبها من الهموم والاكتئاب. ومن أضرار هذه المخدرات تسلط الشياطين على متعاطيها وبعد ملائكة الرحمة عنه حتى تورده جهنم. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن أضرار هذه المفاسد حلول اللعنة لمتعاطيها إلا أن يتوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها. وفي الحديث: من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه 3 أيام صرفا ولا عدلا، ومن شرب كأسا لم يقبل الله صلاته 40 صباحا. والمدمن الخمر حق على الله أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: يا رسول الله، وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وفي الحديث: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومنه مدمن المخدرات، وعابد وثن، ومدمن الخمر والديوث. أعظم من الخمر هي المخدرات، فالنهي عن الخمر نهي عنها، والوعيد على الخمر وعيد عليها. ومن أضرارها على المجتمع فشو الجرائم المتنوعة فيه وانتشار الفواحش والمنكرات والقتل. ومن أضرارها كثرة الطلاق والخلع وذهاب كثير من النساء إلى بيوتهن خوفا من وقوع طامة، حتى إنه قد حدثتني كثير من النساء أنها تخاف على بناتها من أبيهم. ضياع الأسر والحراف الناشئة لأنهم بدون عائلة يسلكون الغواية، نسأل الله السلامة. ومن أضرار المخدرات على المجتمع نزول العقوبات والفتن. يقول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن أعظم مضارها ثقل الطاعة وكراهيتها وبغضها، وكراهية الصالحين وبغضهم وعدم مجالستهم، والبعد عن مجالس الذكر ومواطن العبادة والمساجد، وحب الجرائم وإلف المعاصي ومصاحبة الأشرار وصداقتهم ومودتهم. المخدرات يزرعها ويصنعها ويصدرها شياطين الإنس ليحققوا مقصدين يسعون لهما. المقصد الأول: إفساد المجتمعات حتى لا يفكر متعاطي المخدرات إلا بما تهتم به البهائم. وإذا فشت المخدرات في بلد فقد هيأتها لتكون أكلة صائغة للأعداء. المقصد الثاني: كسب المال، وبئس الكسب. فالمال المكتسب من المخدرات والمسكرات لا خير ولا بركة فيه. هل سيحقق بائع المخدرات سعادة بماله الحرام؟ لا والله عباد الله، بل سيفسد القلب ويدمر البيوت ويشتت الأسر ويدمرها ويورث الخزي والعار وانقطاع النسل، نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أيها المباركون، عافانا الله وإياكم، إن آفة المخدرات العصر التي يئن منها الناس في غرب الأرض وشرقها من أقصاها إلى أقصاها، تلك الآفة التي إذا طرقت نفسا أفسدتها، وإذا دخلت عقلا خربته وهدمته، وإذا دخلت بيتا دمرته وأفسدته. إنها تحيل الإنسان إلى أردأ من الحيوان، إنها تحيل الإنسان من نافع مثمر مواطن صالح ينفع البلاد والعباد يسعى في صلاح معاشه ومعاده، إلى آلة هدم وتدمير وخيانة، يبدأ بتدمير نفسه وهدمها، ثم مجتمعه، ثم يهدم بلده كله. وإذا عرفت هذا وأدركت خطورة الأمر، وأن المخدرات بكافة أنواعها
على هذا النحو من الخطورة في إفساد العقول والأديان وفي أفساد الأبدان وفي أفساد كل شأن من شؤون الإنسان، أدركت لماذا نشهد هذه الهجمة الشرسة من أعداء المسلمين على بلاد الإسلام بترويج المخدرات وتسريبها وإدخالها إلى بلاد المسلمين؟ إن الإحصاءات مفجعة في كمية ما يقبض عليه مما يسرب من المخدرات إلى بلادنا وإلى سائر بلاد المسلمين، وهو ما يبين لنا خطورة الهجمة التي تقصد بها هذه البلاد ويستهدف بها المسلمون في كل مكان على وجه العموم. وأنا أضرب لكم مثلا، هل رأيتم في فلسطين لا تستطيع أن تدخل لهم رصاصة ولكن تستطيع أن تدخل لهم بواخر من المخدرات؟ ولذلك وجب علينا أن ندرك خطورة الأمر وأن نتكاتف وأن نتعاون في التوعية والتبصير وإيقاف هذه الهجمة الشرسة بوعي رصين وعقل رشيد وإدراك بصير بخطورة الأمر، وأن نتحمل كلنا المسؤولية أمام الله عز وجل وأمام هذا الجيل وقطع الطريق على هؤلاء الذين يتسللون إلى أبنائنا، وزد على أنهم يتسللون إلى بناتنا وإلى بيوتنا وإلى مجتمعاتنا لإفسادهم بهذه الآفة التي تفسد العقل. وإذا فسد العقل فسد الدين والدنيا. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.